اعتقلنا في مبنى خلف الأمن السياسي عبارة عن منزل مواطن، يعني غرف صغيرة هكذا وضيقة، لا يوجد فيها مقومات الحياة البشرية والحيوانية. تم اعتقالنا واستمرنا في الأمن السياسي حق الحديدة في حدود 35 يوم. تعرضنا للتعذيب الجسدي، التعذيب النفسي، يعني ما تتوقع من جماعة شعارها الموت، جماعة تحيا مع الموت وتموت مع الحياة، لن يستقبلوا أحد بالورود ولا هم يعني في دولة أو اسكندنافية حتى. طبعا من طبع هذا الجماعة التعذيب والضغط النفسي سواء على المعتقل أو على أسرته أو على مجتمعه، والحط من المجهود الذي قام به باعتباره كما يدعون وكما يضحكون على الناس إنه مرتزق أو عميل أو من هذه الأشكال.